قبل وهنا بعد اللمسه الاخيره. يا مع العلم هي ما تحتاج تتمر وجهك بالصبغ. هاي اللمسه الاخيره الناعم يم اخويا ابو نمر للعنايه بالسيارات. صلوات على محمد. راحت الشخور تتبارع عزيز المبارك. الشخور هذا بالبولش مال قطن صخمنا السياره ما تروح هاي الشخور وهي كان بيها ملح جاي من امريكا. مو الباقي خمار نفسيات. احط ايدي ما تمشي ايدي ما تمشي. هذا الباب هاك املاح باع الملح ما يطلع ما يطلع من السياره ما يطلع. الناس عبالهم صابغين يمها بس هي اكو ولايات بامريكا بيها بحر مال البحر فرادات مال الاملاح يشلم بالسيارات بس يعمره الاخيار اللي هو ابو نمر ما دمره كرار. الجو بامريكا والمناطق الساحليه تختلف عن المناطق اللي بيها الجو معتدل. يعني هذا النسيم مال البحر يطلع وياه ملح. انت في سيارات يم الفاو او يم القرنه هو خليج سوريا او بالامارات يوصلها نسيم مال البحر يجي بيه املاح. ايضا منطقه القصر هم يلوحها املاح. هو المي مالتهم عباره زهر مال شط العرب كله مالح حلقم فهذا هم يتبخر وينزل على شكل الامطار ينزل مالح. هاي الكموج اللي تشوفونه كله يروح. حي الله ابو نمر. عندكم هاي القطعه نموذج هي من هاي المنطقه لهاي المنطقه وضربها ثلاث انواع خشن ومادتين من المواد الالمانيه وكان شارع فلسطين مقابل خدمات شطرنج. لا يم ابو كنافه القدسي. القدسي كل العراق يشتري منه كنافه. عرب وين او طنبوره وين. هاي هي كانت السياره كلها شخوط واذا ما حد يشوف الشخوط اشوفكم اياها عضوها بابا. هاي الشخوط بين بابا كابتن تشوف هو يندلع مو شلون راح يكسر عضوها. هاي الشخوط هذا بالبولش العادي بالقطنه هنا كل زمان. هاي فخر الصناعه اليابانيه هنا صخمنا الشرايع. اذا واحد يسخم